انا لما كتشدوا الخلعه كيقول لك راه ندخل عند الاستاذ الاجتماعيات، وداك الاستاذ ديال الاجتماعيات اللي كيدير لنا الشفوي راه كيسالك على البروغرام كامل، ولك مازال كون يسولك على حاجه وحاجه لا نقدروا نديروا بيلو فاس. الاستاذ الدروس الاولى نطلبوا على فك الاستاذ حيدينا الثاني، سيدي ربي راه ما يسولكش على البروغرام اشي، سيدي ربي ستسال بين يديه عن الثانيه والتي تليها. شتي وانت جالس في المجلس هذا وحنا جالسين في المجلس هذا، شتي الشوفه اللي ضربتيها هكا ولا هكا ستسال عنها، شتي الهبطه اللي هبطتي عينك باش ديتي في التليفون وقلتي غادي نجاوب، واخا جايين بغينا نتوبوا الى الله ولكن اش غادي ندير غادي نجاوب. ضحكتوا. قلتي غادي نجاوب، اقسم بالله عنها ستسال. هي كلشي كان حاضر، كلشي كان حاضر في هذا المجلس هذا، لكن انت او لا انت هذاك السؤال غادي يطلع في الحصيله ديال يوم الثلاثاء يوم كذا وكذا في ساعه كذا وكذا، لما كان الناس يفعلون كذا وكذا فعلت انت كذا وكذا، وخصك تجاوب في الساعه الفلانيه تطلع. راه ما كاينش الحساب الاجمالي، الله يجعلنا وياكم من الذين يمرون بغير حساب وسابقة عذاب، الوقفة قدام سيدي ربي والله ما نقدروا نهزوا الراس. بركة غير تفكر خل اش كان كيقول الفضيل رحمه الله رضي الله عنه، هو في ذاك الموقف المهيب كان يقول وسوءتاه منك وإن عفوت، وإن عفوت هو عفى عليك، شنو العفو؟ المغفرة، وأن الله عز وجل يقررك بذنوبك وكيقول لك سترتها عليك في الدنيا وكذلك اغفرها لك اليوم، سير اسمح لك، لكن ذكرك بالذنوب ومن بعد قال لك راه سمحنا لك، ياك هذا هو الدوسي ديالك، هو هذا شتيه ما في ما يتشاف، وراه سمحنا لك، حيد الملف. العفو ما تيتجبد لك حتى حاجه، الارض التي عصيت عليها الله عز وجل ينسيها ربنا عز وجل فلا تشهد عليك يوم القيامه. يديك رجليك عينيك نيفك فمك فلوسك حوايجك والديك خوتك صحابك الزنقه اللي مشيتي فيها الدرب الظليمه اللي دخلتي لها الحفره اللي كنتي كتبطلها الله عز وجل ينسيهم جميعا فلا يشهد فيك شيء ولا احد وتدوز بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان رحمه الله يقول وسوءتاه منك وان عفوت، واخا تعفو الوجه اللي نقابلوك به ديالاش ها الصالحين كيفاش كانوا كيشوفوا الوقت، وحنا نشتكي اي واحد دابا تسولو تقول لي علاش ما مشيتيش شفتي عمك هذه دابا واحد 6 شهور ولا 8 شهور، يقول لك واه الوقت ما عندناش الوقت، ما عنديش الوقت نجيوها فاس، والله حتى كنكذبوا كنكذبوا اقسم لكم بالله والله حتى كنكذبوا. سيدي ربي عطاك الشعار وعقل عليه مزيان، قال لك ولو ارادوا الخروج زيد سيدي لاعدوا له عده، كنتي باغي تشوف داك عمك سبقا والله تكتي غتلقى ليه الوقت، وكنتي بغيتي تقرا داك الكتاب سبقا معاود تبقى غير خارج هازو داخل به غادي به جاي به والناس كيصحبوك انت هو علامات الزمان، كيقولوا داك الكتاب راه شهر هو شادو فيدو راه غيكون فرتكو فلاه وصل لشي فوائد الله اعلم، وها كيدي وكيجيبو كيضرك به على الشمس يجلس فوق منه ولا كان شي بلاصه فيها التراب، اه هادشي اللي كاين. لو سبقا كان باغي يقرا داك الكتاب كان ينفضو في ليلته فليلتو فليلتو. عباد الله كان عندها من المشاغل ما لا يخطر لكم على بال، بالاضافه انهم كيكونوا تابعين دائره رسميه مثلا في وزاره ولا كذا الى اخره، كيقول لك ولا يفوته يوم الا ويقرا كتابا، كيقول لك كتاب يعني الحجم ديال واحد 150 200 200 صفحه، حنا كتبان لنا هذه شي تحبس التليفون تقرا اكثر منه، كيتحبس الغباء ديال التليفون تقرا اكثر منه. بعض المرات كاين بعض الكتب تطرى لكم، بعض المرات كاين بعض الكتب اللي ماشي كتشدها اللي هي كتشدك، وكثير شي طاحت فيك فشي ليله شارب لها شي قهوه مزيان وناعس مثلا بالنهار الى اخره، ما كطلقش ذاك الكتاب انت كتلقى راسك ودن عليك الفجر. حصيله هذه غنيمه هذه ما فاتكش وكتفرح بها، وثم كيجيك نهار اخر سطر ما كتقراش سطر، وكدير انت الحصيله كتقول واخا السطر ما قريتوش هضر ما قريت السطر، اذا كنت مشغول بزاف ورقه وستيلو شنو اللي كان شاغلني من ساعه كذا الى ساعه كذا شنو كنت كندير؟ غتلقى
راسك باللي الوقت الذي أضعته في يومك والله يخيفك، يخيفك مرة مرة، ماشي ديما، لأن عاوتاني كثرة المساس تبلد الإحساس. مرة مرة دخل الهاتف ديالك، وهذا أكرره دائما، دخل الهاتف ديالك وسير البارامتر أو الريغلاج، ودخل قلب في الإعدادات الهاتف، كاين واحد كيعطوك واحد الإشارة كيقول لك شحال الوقت دوزتيه في الهاتف في 24 ساعة الأخرى، والوقت اللي دوزتيه في الهاتف شنا هي التطبيقات اللي كنتي كتدخلها بالتفصيل، شحال دوزتي في هذه وشحال دوزتي في هذه وشحال دوزتي في هذه وشحال دوزتي في هذه. مرة مرة دخل ضرب طليلة وشوف راسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ولقى معاذيره. خلي الناس لاش غيقولوا لك، الناس راه كيشوفوا فيك انت على ما قبل سيدي حاتم مارض عليه، كيقول لك حاجه من اهل العزائم، يا ودي الله يهديك اسمي اهل العزائم كاع ما لقيت الوقت ندير معاهم، الله يخلي العالم الصوره خلاص. غتكتشف في راسك، كتكتشف في راسك اننا ما تنضيعوا الوقت، كون لقات اليابان تشري من عندك الوقت اللي كنضيعوه، والله تتشري، والله تتشري، ماشي تفليه، شريه شريه.